نظم المجلس الأعلى للمرأة بالشراكة مع صندوق العمل تمكين جلسة حوارية مفتوحة تضم عددا من رائدات الأعمال البحرينيات للوقوف على أبرز الفرص والتحديات التي تضمنتها مسيرتهن الريادية. نعم، يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال الذي تحتفي به مملكة البحرين سنويا، حيث تم تنظيم الفعالية في مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية ريادات، والذي يعتبر مركزا حاضنا للمشاريع المرأة البحرينية في أولى خطواتها الريادية. ورش عمل تخصصية وحلقات نقاشية وحوارية يقدمها نخبة من المتحدثين على مدار أسبوع كامل، ليطرحوا فيها عددا من المواضيع المهمة المرتبطة بشكل مباشر بريادة الأعمال. نعمل بشكل جدا قريب مع مؤسسات المعنية بريادة الأعمال، وكانت هناك مجموعة من ورش العمل والجلسات الحوارية. اليوم طبعا احنا في مجمع ريادات أو مركز ريادات، كانت هناك جلسة حوارية جدا ممتعة، فيها هناك رائدات أعمال ناجحين. كانت الجلسة جدا ممتازة، شيقة، مهمة، كانت تغطي التحديات اللي يواجهونها رائدات الأعمال في مجال ريادة الأعمال، وشلون يقدرون شلون خذوا هذه التحديات وحولوها لفرص نجاح. كانت الجلسة جدا مفيدة، والحضور كذلك استفادوا من فهم تجربة الناجحين في ريادة الأعمال. قطاعات متنوعة، أنشطة تجارية وإبداعية مختلفة احتضنها هذا الأسبوع العالمي، وقدمها رواد أعمال حققوا نجاحات لافتة في السوق المحلية والعالمية، فأسسوا لهم اسما في عالم المال والأعمال، ليصبحوا اليوم نموذجا يحتذى به في هذا القطاع. هالفعالية كانت وايد حلوة حق رواد الأعمال في البحرين. صراحة شفت ما شاء الله مجموعة ناس صغار قاعد يتعلمون من خبراتنا، احنا اللي أكبر منهم، وخبراتنا في الشغل، تجاربنا في الحياة، تجاربنا في الدراسة، وشون نطور من نفسنا. وصراحة شفت أسبوع حلو، أشوف في ناس وايد موجودين هني بحرينيين وناس مو بحرينيين بعد موجودين. ريادة الأعمال هو أسبوع طويل، في ورش عمل وفي محاضرات كثيرة، ومنها المحاضرات اللي احنا استفدنا منها. طبعا هو يعني مكان اللي يلتقي فيه جميع الناس اللي لهم اهتمام بريادة الأعمال، رواد الأعمال نفسهم اللي يعملون في القطاع، وهذا اللي ساعدنا كلنا ان احنا نلتم مع بعض، نتبادل الأفكار مع بعض، ونسمع من تجارب بعض. هذا الأسبوع العالمي والذي يقدمه صندوق العمل تمكين بشكل سنوي يعد فرصة مواتية للشباب للتعرف على تجارب رواد الأعمال البارزين في المنطقة، وتشجيعهم على بدء مشاريعهم الريادية التي تسهم في خلق فرص وظيفية للكوادر الوطنية، مما ينعكس على تحقيق الازدهار للاقتصاد الوطني. نخبة من رواد الأعمال والمستثمرين والمهتمين بريادة الأعمال في البحرين يلتقون على مدار أسبوع كامل، يتبادلون الخبرات في هذا المجال، والتي من شأنها أن تسهم في إثراء الثقافة الريادية وتحقيق نجاح واستدامة المشاريع التجارية والنماء الاقتصادي للمملكة. خلة القرينيس لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.